هادشي كنفضلوا اننا نعطيو الفرصه للجدادين باش حتى هما يتعرفوا وتعرفوا عليهم. شوفوا تبارك الله كلشي بدا من الزيرو، هما غيطلعوا درجه ودرجه، وهادو تبارك الله راه طلعوا درجات كثيره. كتشوفوا الزينه ديالهم ولا اللباس ديالهم. علاش عملنا لكم الدوره التكوينيه؟ باش تعلموا كيفاش تتعاملوا مع الزوج ديالكم، كيفاش تتعاملوا مع يماه الراجل. هذيك يماه ماشي العدوه ديالك، انا الا ما بغيتيش يماه ما غيبغيكش، غيكونوا عندك المشاكل، وهو في نفس الوقت ما غيبغيش امك. اذا واحد نوع الاحترام، تواصل داخل الاسره، في تربيه الابناء، في التدبير المالي للاسره، كيفاش تتصرفوا في البيت ديالكم. اللي بغات تكون في مجالات اللي عندنا في الجمعيه ومازال ما خدات شي دبلوم، مازال ما تكونت، يدوز هذا الاسبوع اجيو الجمعيه وتسجلكم المديره في الورشات اللي بغيتو. مرحبا بكم جمعيه كرامه، فرحانين. مرحبا بكم جمعيه كرامه، اجيو. يعني ما تعودش المشاكل ديالك لمامك، ماما عمل لي عمل لي، ما يسوى ما يصلح. مامك غتكرهو، انت كتحبو وبغيتيه وزوج تيبي، وشوف هادشي كامل الناس كاملين حاضرين لك، وفي الاخر غتقول لها صافي نمشي ماما تعالي للدار. مايمكنش. اذا يماك غتكرهو ملي غيجي هو، وانت غتقول لها نمشي ماما غنمشي، عمرها ما غتحب راجلك. غتبقى ديك الام دائما عند ديك الراجل ما كتحبوش. علاش؟ لان عرفاتو تكرفص عليك ولا قلك ولا 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 الى لا نتحدث عن مهرجان الزفاف الجماعي، لانه هو تتويج لسلسله من الدورات التكوينيه التي حظيت بها الزوجات الشابات والشباب من اجل الحفاظ على ماذا؟ على التماسك الاسري. علاش هذه الدورات وعلاش هذا المهرجان؟ لاننا لاحظنا ان نسبه الطلاق في ارتفاع. قمنا بدراسات اتضح ان السبب هو غياب ثقافه اسريه. فبدأنا نقوم بهذه الدورات في المجال القانوني، مجال الحقوقي، في مجال الثقافة الأسرية، مجال الصحي، في مجال تربية الأبناء، التنشئة كذلك، وكذلك التدبير المالي للأسرة، لأن هذه الإشكالات التي تؤدي إلى الطلاق وتؤدي إلى تفكك الأسرة. نختم هذه الدورات بهذا الزواج الذي يحاول أن يقدم النسخة الحقيقية للزواج المغربي وفق الأعراف، وخصوصا الأعراف الطنجوية، حيث كيستفدوا العروسات والعرسان من كل ما كنستطيعوا أننا نوفروا لهم، الفاليزة ديالهم، الشوار ديال العروسة، في حال جميع البنيتات اللي كيزوجوا جميع العروسات اللي كيوجدوا لهم الوالدين ديالهم. حنا بهذه المناسبة كنتمناو أن العرسان ديالنا الزواج، فهذا الزواج زواج مبارك إن شاء الله وعمر مديد، وأن يبارك الله لهم وأن يرزقهم الذرية الصالحة. وكتبقى الجمعية كرامة مفتوحة الأبواب ديالها ليهم، كيف قلنا لهم اليوم، يحضروا معنا ويعبروا بالطريقة ديالهم على الاحتياجات ديالهم في جمعية كرامة. أي حاجة وقعت يجيو الجمعية قبل ما يمشيون عند والديهم، يجيو عندنا احنا ويقولوا لنا، لأن احنا خبيرات في الوساطة في الإرشاد الأسري، غادي نحاولوا نساعدوهم بإذن الله. شكرا. كنشكر هاد الجامعات الكرامة، كنشكر على المباراة اللي دارت معنا، وهاد الشعب تضامنت مع هاد العرسان هادو من السعودية العرسان، كنشكرهم كيشجعوا الشعب على الزواج، كنشكرهم من قبل خالص. العائلة نتاعي كاملة جات لعندي فرحات، وحنا فرحنا، كنشكرهم من قبل خالص. كنشكرهم بزاف حيتاش فرحوا بينا وعدلوا لنا العرس كامل، من الحنة حتى العرس وحتى هذاك، وعاد عيصيفطونا الاوطيلات العالم، كلشي على حساب الجمعية. كنشكرهم بزاف وشكرا. جوينا
أنا جد مسرورة بأني مشاركة كما العادة كل عام مع جمعية كرامة في العمل الإنساني مع العرايس ديالنا إن شاء الله الله يكملهم بالخير. أنا عملت زينة هنايا، زينة ديال الشدة، والله يكمل بالخير على العرايس. اليوم كانوا 9 ديال العريسات كانوا ديال جمعية كرامة، وأنا تكلفت بوحدة منهم اللي كانت هي العروسة ديال الشدة. هاد المبادرة هذه طبعا كتعاون الناس اللي ما قادريش، بما ان الاسعار عالية على حفل الزفاف، الجمعية كتعاون ومزيان العريس كيستافدوا. اليوم حنا موجودين في هذا الحفل الزفاف اللي وصل الدورة 16. احنا اليوم كمجتمع المدني كان نوصلوا الرسالة ديالنا ان هاد الشباب اللي هما عازفين عن الزواج من الاحياء الشعبية كذلك، واللي بغى يساهم او اللي بغى يجي لدورة تكوينية ان هاد العرسان يحضر مع جمعية كرامة اللي احنا اليوم نجحنا هاد الحفل. المجتمع المدني والمساهمين والمداعمين كذلك كنشكروهم من هاد المنبر هذا، وشكرا بزاف الاستاذة وفاء بن عبد القادر. وصلي عيونك.